يا مرحبا بك في دورة تعليمية جديدة واللي راح تكون بعنوان System Analysis and Design، تحليل وتصميم النظم، أو نقدر نعرفها على أساس تحليل وتصميم المشاريع البرمجية. وطبعا هذا الكورس التعليمي موجه لعدة فئات، للمطورين، للمحللين، لمصممي الداتابيس، لمصممين اليو اي. وبالتالي فأنت كمطور تقدر انه تتابعنا، كمحلل، كمصمم داتابيس، كيو اي، عموما تقدر انه تتابع هذه الدورة وتستفاد من عدها، وراح تكون دورة مفصلة ان شاء الله، وتبدي تعتمد على مصادر معتمدة في هذا المجال. طبعا راح نبدي نعتمد على المصدرين اللي انت تشوفهم الان امامك. المصدر الاول راح نبدي نعتمد عليه بشكل كامل اللي هو System Analysis and Design، هذا اللي تلاحظه الان امامك. والمصدر الثاني يمكن انه انت يعني هذا طبعا في اللغة الانجليزية بالدرجة الرئيسية، وهذا هو المصدر العربي لتحليل وتصميم نظم المعلومات للدكتور سعد غالب ياسين. ابتدى تابعتنا طبعا احنا راح نبدي نجلب لك الملخص في التسلسل اللي موجود طبعا في هذه الكتب، ولكن اذا اردت انه تتعمق اكثر في المفاهيم فتقدر انه ترجع الى هذه الكتب. فمبدئيا شنو اللي احنا راح نبدا نغطيه خلال هذه الدورة بشكل عام؟ راح تكون عندنا 4 سكاشن رئيسية اللي هي بالاساس تبنى عليها المشاريع البرمجية. اول شيء اللي هي مرحلة البلانينج، التخطيط، وطبعا هذه لأي مشروع بالدرجة الرئيسية، يعني أي مشروع بأي فئة في مرحلة تخطيط له. راح نشوف شلون راح تكون عندنا مرحلة التخطيط بالدرجة الرئيسية، شنو الأدوات المستخدمة في مرحلة التخطيط. بعد ما تقوم بالتخطيط للمشروع الخاص فيك، فأنت أكيد راح تبدي تنطلق إلى مرحلة التحليل، وهي الخاصة في تجميع المعلومات وربطها وما إلى ذلك. وراح نبدي نتعرف من خلالها لمجموعة من استراتيجيات ومجموعة من الأمور اللي راح تبدي تمكنك من وضع خطة للتحليل جيدة. ثم بعد ذلك راح تقوم بتضمين المعلومات اللي أنت قمت بتجميعها وربطها في مرحلة التصميم، فراح تقوم بتصميم يعني بعض الأمور، وتصميم الجي اي على سبيل المثال، تصميم الداتابيس وما إلى ذلك. وبعد ما تكتمل عندك مرحلة التحليل والتصميم اللي هي Analysis and Design، اللي هي الفقرة اللي دائما ما تكون انت كمطور تشتغل طبعا بشكل منفرد، انه تغطيها بشكل مباشر في عملية الImplementation بالدرجة الرئيسية. فمرحلة الImplementation هي مرحلة التطوير، انه انت خلاص عندك معلومات التحليل وعندك التصميم الخاص فيك، فتقوم بعمل Implementation، تضمين لهذا الكلام في تطوير المشروع الخاص فيك. اذا هذه هي الاجزاء الرئيسيه او البارتس الرئيسيه اللي احنا راح نبدا نمشي عليها بالتسلسل، مرحله التخطيط ومرحله التحليل ومرحله التصميم ومرحله التطوير. في كل يعني في كل قسم طبعا راح تكون في تفاصيل راح نبدا نعتمد عليها بالدرجه الرئيسيه على هذا الكتاب اللي هو System Analysis and Design.